أجرت قناة صلاح الدين جولة ميدانية لمشروع مجسر الدلة وسط تكريت، والذي تتواصل الأعمال فيه لمستويات متقدمة بعد التلكؤ الكبير الذي حصل خلال السنوات الماضية بسبب الإرهاب والتخصيصات المالية له من وزارة الإعمار والإسكان. وثمن الأهالي جهود محافظي صلاح الدين في متابعة المشروع وإعادة العمل به، كونه يمثل شريانا حيويا مهما في تنقل المواطنين ويسهل حركتهم، إضافة إلى إعطاء صورة جمالية تليق باسم تكريت.